الاضطراب هو السمة الرئيسية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ قيام ثورة 30 من يونيو والإطاحة بحكم الإخوان وحتى الآن. فعلى الرغم من الإشارات الإيجابية تجاه الوضع الجديد في مصر والتي أبدتها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس في اجتماعها الأخير، إلا أن ذلك لا يعدو كونه جزءا من التناقض في المواقف بين أجنحة السلطة في أمريكا من مصر ما بعد مرسي. فمنذ البداية كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما معارضة لطريقة الإطاحة بمحمد مرسي، وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة بساعات أعلن أوباما وقف مناورات النجم الساطع العسكرية مع مصر، ثم تم وقف توريد بعض الطائرات إلى الجيش المصري قبل أن يتم الإعلان رسميا في 10 أكتوبر عن تقليص المساعدات العسكرية لمصر. واعترفت الحكومة المصرية باضطراب العلاقات مبدية على لسان وزير الخارجية نبيل فهمي استعدادها لتحمل تبعات مواقفها، منتقدة اعتقاد أمريكا بأن على مصر دائما التماشي مع سياساتها. لكن وبما يكشف اهتمام مصر الذي ما زال كبيرا بالعلاقة مع واشنطن، أعلنت الحكومة الأحد الماضي عن التعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية مشهورة بهدف تحسين صورتها أمام مراكز صنع القرار في واشنطن. لهذه الأسباب تكتسب زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مصر غدا أهمية إضافية، لا سيما وأنها الأولى لأي مسؤول أمريكي لمصر بعد 30 يونيو، وبالتأكيد لن تكفي الزيارة التي ستستغرق أقل من يوم فتح كل الملفات، لكنها ستكون فرصة لإحياء التفاوض المباشر. إذن الأسئلة كثيرة فيما يتعلق بزيارة جون كيري إلى مصر غدا، هل لها علاقة بموعد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي أم أنها إقرار بشرعية ما جرى في مصر بعد 30 يونيو وقرارات 3 يوليو وخارطة الطريق، أم أنها لها علاقة بالتمهيد والإعداد لمؤتمر جنيف 2 المعني بوضع حل للأسف الأزمة والمأساة السورية؟ ما الذي يحمله في جعبته جون كيري؟ ما ملف المنتظر والمحمول من قبل كيري وملفات العلاقات المصرية الأمريكية؟ ملفات سنفتحها مع سيادة السفير سامح شكري، سفير مصر السابق في واشنطن ومساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. مساء النور، أهلا بك. حصل لغط وربما بعض من الارتباك، أعلنت الخارجية المصرية أنه مصر ستستقبل وزير الخارجية الأمريكي الأحد القادم، وأكدت أنها تلقت طلب من الخارجية الأمريكية وقبله وتم تحديد الموعد، ولكن في نفس الوقت وفي مؤتمر صحفي عالمي نفت ولم تعلق، يعني قالت ليس لدي معلومات حول زيارة كيري لمصر المتحدثة باسم الخارجية. كيف ترى هذا الارتباك؟ موضوع الموعد ربما أثار بعض الارتباك نظرا الجولة المسبقة للوزير الأمريكي في المنطقة، بتشمل عدد كبير من الدول، المغرب العربي، الجزائر، المغرب، ثم مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، إسرائيل، الأراضي المحتلة. وبالتالي طبعا ترتيباتها الزمنية كانت محل موائمة بين كل هذه المحطات. على حسب ما كان معلوم أنه كيري كان متصور أنه يزور القاهرة يوم الأربعاء، ولكن لعدم وجود وزير الخارجية تم تعديل الموعد ليصبح يوم الأحد في ظل البرنامج المشحون للوزير الأمريكي. ربما هذا هو ما أدى الاستقرار على يوم الأحد، والعوائق اللي كانت مرتبطة بالأيام الأخرى المطروحة جعل المتحدثة لا تقر بأن الزيارة هتتم في موعد محدد، وبالتالي أثارت هذه البلبلة ولا يجب في الحقيقة الوقوف عندها كثير. ولكن يعني تبكير موعد الزيارة من الأربع للأحد أثار أيضا لغط كثير وكلام كثير حول تزامنها مع محاكمة رئيس السابق اللي هتكون يوم الاثنين 4 نوفمبر، وكان في تخوفات هل جاء ليسأل بعض من الأسئلة حول المتعلقة بالمحاكمة، أجواء المحاكمة، هل لديه بعض من الطلبات التي من الممكن أن يقدمها للسلطات المصرية، هل سيلتقي بأي من قيادات الإخوان المسلمين؟ طرحت أسئلة كثيرة.
طبعا بالتأكيد أنه ربما كان من الأفضل أن لا تتم الزيارة في هذا اليوم تحديدا لهذه الشكوك التي أثيرت والجدل الواسع في وسائل الإعلام والتكهن فيما يتعلق وخلق الارتباط بين محاكمة الرئيس السابق والزيارة. ولكن أيضا إذا ما أخذت الأمور فيما يتعلق بالمنحة الذي أخذته من ترتيب الوقت فبرضو يجب علينا أن نقدر بأن هذه الزيارة تم تحديد موعدها نظرا لظروف مرتبطة بالإدارة المصرية والمسؤولين المصريين وارتباطاتهم، وبالتالي كان هذا هو الاختيار اللي كان متلائم مع الجانبين. ده لا ينفي انه ايضا تصور انه على الجانب الامريكي ان يوضح بشكل او اخر وينفي مثل هذه الشائعات اللي بتتردد. زيارة اول مسؤول امريكي رفيع المستوى لمصر بعد 30 يونيو، هل هو الاقرار بما جرى وبما استقرت عليه الارادة الشعبية من بعد 3 يوليو؟ تصور ان ده مغزى مهم جدا فيما يتعلق بهذه الزيارة. الزيارة من المقرر على حسب ما أذيع أنه هيلتقي بالرئيس عدلي منصور، وده في حد ذاته اعتراف أمريكي رسمي بالحكومة المصرية برئيس الدولة المصرية. طبعا هناك اعتراف قبل ذلك، الوزير على اتصال بقرينه المصري بشكل مستمر، فليس هناك أي شبهة في عدم اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة المصرية، وإنما الأمور أحيانا بتكون أقوى عندما يتم تصويرها بشكل يسهل استنباط المغزى لها. فطبعا لقاءه مع الرئيس عدلي منصور فيه هذه الرسالة الواضحة لأن الولايات المتحدة تتعامل مع الحكومة المصرية بشكل طبيعي. كان أيضا هناك تجنب لطلب أو لدعوة بعض من أعضاء ما يسمى تحالف دعم الشرعية للقاء الوزير كيري، وأكد دكتور عمرو دراج القيادي الإخواني المعروف وواحد من قادة هذا التحالف أنه لم يتم التقدم لهم بأي من طلب للقاء كيري وأنهم لن يسعوا إلى لقائه. هل في تغير؟ عادة ما كان الزيارات السابقة لوزراء الخارجية الأمريكية هناك حرص على اللقاء بشكل موسع مع الأطياف السياسية المختلفة. إذا لم يتم مثل هذا اللقاء فأعتقد أنه هو له مغزاة، لأن المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب من الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية التعامل بقدر عالي من الحساسية والإدراك لطبيعة الأوضاع على الأرض وعدم اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة توتر علاقة لا نخفي أنها متوترة. أهم الملفات التي من الممكن أن تفتح أو تطرح خلال لقاء كيري بالرئيس المؤقت عدلي منصور أو السيد وزير الخارجية؟ بالتأكيد ممكن نشير إلى الموضوعات التقليدية، ولكن هذه الزيارة أتصور أنها هي ضروري هتركز على العلاقة الثنائية المصرية الأمريكية. الولايات المتحدة اتخذت من الإجراءات في الفترة الماضية فيما يتعلق بالمساعدات، تعليق المساعدات العسكرية، وأبدت تصريحات لم تكن محل قبول من الجانب المصري، وهناك توتر في العلاقة الثنائية، وفي نفس الوقت مسعى من الجانبين لاستعادة هذه العلاقة من خلال الحوار، من خلال التعريف بما يجري في مصر والالتزام بخريطة الطريق. فأتصور أن جزء كبير من هذه الزيارة لابد أن يتركز على العلاقة الثنائية والخروج من دائرة التوتر الحالية إلى واستعادة المجال التعاون في شتى المجالات. موضوع المعونات الأمريكية والمساعدات العسكرية الأمريكية التي تم تعليقها يعني سيأخذ وقت ومن خلال حوارنا مع سيادتك سيادة السفير، ولكن البعض يرى أنه هذه الزيارة ليست لبحث العلاقات الثنائية مع أي من دول الشرق الأوسط، بل هي لتجيش أو حشد تحالف عربي
قوي وإقليمي أيضا لدعم مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية. عادة ومن خلال خبرة سيادتك، يعني هل الولايات المتحدة ومن خلال أرفع المسؤولين فيها سيد كيري تقوم بهذه الجولات أو هذه الزيارات لاستطلاع الآراء، للتعرف على آراء القادة ومواقف الدول، أم فعلا للتجييش والحشد وإعطاء مهام؟ يعني طبعا الأحداث في سوريا والوضع في سوريا والاهتمام الأمريكي والإقليمي بمجريات الوضع المأساوي في سوريا هتكون من المحاور الرئيسية اللي هيتناولها الوزير كيري خلال جولته. بالتأكيد هناك مصلحة مشتركة فيما يتعلق باستقرار الأوضاع في سوريا، انهاء المأساة الإنسانية، التوصل إلى حل سياسي يجنب المنطقة أي نوع من التدخلات العسكرية الأجنبية مرة أخرى، ويجنب الشعب السوري التبعات لمثل هذه الأحداث. ولكن للدول العربية موقفها وآرائها في هذا الشأن. وزراء الجامعة العربية يلتقون غدا أيضا، وهذا على جدول الأعمال. ولكن أتصور أن الإملاءات الأمريكية لم تعد الأسلوب الأسلوب المناسب في ظل ما تشهده المنطقة العربية من ثورات، من إرادة الشعوب التي أصبحت هي الحاكمة في تسيير الأمر. للولايات المتحدة وجهة نظر ومصالح تدافع عنها تروج لها، للدول العربية أيضا مصالح، إذا ما توافقت هذه المصالح فده شيء إيجابي، إذا لم تتوافق فعلى كل من الطرفين توضيح موقفه وشرحه بما يحقق مصلحته في النهاية. العلاقات المصرية الأمريكية ليست فقط العلاقات الثنائية التي شهدت اضطراب في الفترة الأخيرة، ولكن أيضا العلاقات السعودية الأمريكية، وعلى الرغم من تأكيد عدد من المسؤولين الأمريكيين أنه السعودية هي حليف وربما من أكبر الحلفاء للولايات المتحدة في المنطقة، إلا أنه هناك الكثير من الاعتراضات لدى المملكة على السياسات الأمريكية في المنطقة، وخصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية. واتخذت بالفعل المملكة إجراء تجاه تعليق عضويتها بمجلس الأمن. هل تتوقع أنه زيارة كيري للمملكة ستشهد يعني هذه النقاط تحديدا؟ بدون شك أنه زيارة كيري سواء لمصر أو للمملكة أو للإمارات من الأهمية أيضا أن نرصد بدقة تصريحاته خلال هذه الزيارة. فبعد هذه التوترات اللي سيادتك أشرت إليها، فهيكون هناك عبء على الإدارة الأمريكية وعلى وزير خارجيتها كممثل لها أن يوضح مدى هذه العلاقة سواء مع مصر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات، وهم ثلاثة دول محورية في المنطقة للولايات المتحدة مصالح وعلاقات ممتدة معهم. فإذا ما جاءت هذه التصريحات إيجابية بالشكل الذي يرضي هذه الأطراف ويشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على توطيد علاقتها، تغيير من بعض سياستها، فده أتصور أنه هيصب في مصلحة استعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي. ولكن كل هذه الأمور طبعا هناك اختلافات في وجهات النظر. السعودية اتخذت موقف كان بالغ الأهمية في رفضها لمقعدها في مجلس الأمن، دل على عدم ارتياحها إزاء السياسات الأمريكية، ليس فقط فيما يتعلق بسوريا ولكن أيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعدم القدرة على تحريك العملية السلام وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. طيب عودة للعلاقات المصرية الأمريكية، والواضح أنه الرغبة في تحسين العلاقات هي رغبة متبادلة، وأعلنت وزارة الخارجية مؤخرا أنها تعاقدت مع واحدة من كبريات شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين صورة مصر والإدارة الجديدة أمام مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. كيف استقبلت هذا الخبر سيادة السفير؟ هو شيء مألوف، يعني بحكم عملي في الولايات المتحدة، مصر كانت متعاقدة من قبل مع شركة مماثلة وكثير من السفارات العربية والأجنبية. من قبل اللي هو في أي فترة تحديدا؟ يعني أنا طول فترة تواجدي في الولايات المتحدة كنا متعاقدين مع أحد الشركات العلاقات العامة العاملة في مجالات
تحسين صورة مصر والتعامل مع والنفاذ إلى دوائر صورة القرار سواء في الإدارة أو في الكونغرس الأمريكي. وقبل ذلك هذه علاقة يعني كانت ممتدة وطويلة تسبق وجودي في الولايات المتحدة، وهي يعني شيء طبيعي ومألوف في واشنطن بتلجأ إليه سفارات أجنبية كثيرة سفارات غربية. أهم الدول اللي ربما بتسلك نفس السلوك أو بتتجه نفس يعني الاتجاه. في الدول العربية السعودية طبعا، الإمارات، عمان، يعني أنا متأكد من معظم الدول العربية لا ودول أجنبية ودول كثيرة أجنبية الدول الأجنبية يعني لها الدول الأوروبية أيضا أيوة تلجأ إلى شركات العقارات. طبعا طبعا فده جزء من التركيبة السياسية في العاصمة الأمريكية. ما الدور اللي بتقوم بتحديدا هذه الشركات ويمكن يكون مختلف او زياده عن اللي بتقوم به بعثتنا الدبلوماسيه المتواجده في واشنطن؟ هي مهمتها الرئيسيه هي داعمه، هي لا تقوم بالعمل وانما هي داعمه فيما يتعلق بإتاحة بعض الفرص للنفاذ الى دوائر صنع القرار بحكم ان هذه الدوائر ربما تكون اكثر ترحابا بهذه العلاقات السابقه مع مثل هذه الشركات. أيضا لها علاقات في مجالات الإعلام تستطيع أن هي تسهل للنفاذ إلى مثل هذه ومراكز الأبحاث، فهي في الحقيقة دور مساعد ميسر لا يشمل أيضا في بعض الأحيان النصح فيما يتعلق بما هو مألوف في المجتمع الأمريكي، ما يلقى صدى طيب من أسلوب التناول. فهي في الحقيقة من الأمور الطبيعية جدا في العمل الدبلوماسي في واشنطن. هل تعتبر حضرتك تصريحات إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي بأنه الأخوان كانوا ينفذون خطة لحرق مصر وتدمير أساسها تحولا في الموقف الأمريكي بداية لفهم حقيقة ما جرى في مصر، أم أنه أول ثمار التعاقد مع هذه الشركة شركة العلاقات العامة؟ يعني أتصور أنه يبقى مبكر أن ننسب مثل هذا التحول للشركة، لكن هذا في لجنة العلاقات الخارجية وأعضائها ملمين ومطلعين ويتابعون بشكل وثيق الأحداث، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر باعتبارها الدولة الرائدة بالمنطقة. فهناك تنامي عبر الأشهر الماضية للفهم للأحداث في مصر ولانتقاد بعض التضارب في سياسة الإدارة إزاء مصر وعدم الاقتناع ربما ببعض هذه السياسات. هذا التضارب هل بدأ لدى الإدارة الأمريكية من بعد 30 يونيو أم ربما من بعد 25 يناير؟ لا أتصور أنه بعد 30 يونيو. بعد 30 يونيو بدأ. يمكن الأحداث اللي تمت في 30 يونيو لم يكن يتوقع أحد خاصة ولكن هل الإدارة توقعوا الأمريكية. ما كان في 25 يناير؟ لم يتوقعوا، لكن كانت الأزمة أكثر سهولة في إدارتها لأن المعالم كانت أوضح. لم يكن كان هناك توافق مجتمعي في مصر فيما يتعلق بالاحتياج للتغيير والإصلاح وخلافه. أما 30 يونيو فأتصور أنها فاجأت الإدارة الأمريكية بعد أيضا استثمار لم يكن بقليل في فيما يتعلق برسم المشهد السياسي المصري وارتياح لأنه هذا الترتيب يخدم المصالح الأمريكية. فلحين ما يتم التحول فيما يتعلق بمراكز صنع القرار واستيعاب ضخامة ما حدث في مصر يأخذ شيء من الوقت، ولكن من الأمور الإيجابية أنه كثير من أعضاء الكونغرس المؤثرين في لجنة العلاقات الخارجية سواء في الكونغرس أو في مجلس الشيوخ أصبحوا يعبرون عن مواقف أكثر دعما للمشهد السياسي المصري. في بداية حكم الرئيس السابق محمد مرسي أكدت الإدارة الأمريكية وأكثر من مرة أنها على استعداد لفعل أي شيء لدعم الاقتصاد المصري وإنعاش الاقتصاد المصري، وكما جاء على لسان ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية أو وزيرة الخارجية وقتها. ما الذي تغير؟
فيما يتعلق بالتوجه للدعم. هو في الحقيقة برضو يعني هي كانت التصريحات سواء في خلال الفترة الانتقالية قبل انتخاب الرئيس مرسي أو خلال فترة الرئيس مرسي كثيرة من قبل النوايا الأمريكية فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري. ولكن أستطيع أن أتحدث عن فترة ممارستي للعمل حتى أكتوبر 2012 بأن كثير من النوايا الطيبة دي لم يتم تنفيذها ولم تظهر على بشكل فعلي. بالمتابعة عن بعد أتصور أنه أيضا كانت هناك وعود كثيرة ولكن الولايات المتحدة لم تقدم بشكل جوهري لدعم الاقتصاد المصري ودعم طموحات الشعب المصري. ودي أيضا من النقاط اللي أتصور أنها على المستوى الثنائي لابد أن يتم مراجعتها. فالعلاقة الثنائية المصرية الأمريكية والعلاقة الاقتصادية علاقة مهمة للبلدين وعلى في ضوء العلاقة الاستراتيجية القائمة فلابد أن تتواكب أهميتها مع أهمية الدعم الاقتصادي أيضا لمصر بتأكيد. اللي ممكن توفره الولايات المتحدة. ومن أهم عناصر العلاقة الثنائية المصرية الأمريكية ومن أهم دعائم العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية المعونة الأمريكية المقدمة لمصر. اسمحوا لنا نستعرض مع حضراتكم تاريخ المعونة الأمريكية لمصر خلال سنوات مضت ومن بعدها نفهم من سيادة السفير كيف يرى هذه القرارات التي جرت بشأن المعونة المقدمة لمصر. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إرسال معونات اقتصادية لمصر منذ عام 1946 بمبالغ مالية ضئيلة حتى قامت واشنطن بتجميدها وسحب عرض تمويلها لمشروع السد العالي أواخر عام 1956 احتجاجا على عقد مصر صفقة تسليح جيشها من تشيكوسلوفاكيا. وبعيدا عن مساعدات بسيطة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الستينيات وأوائل السبعينيات تم تخصيص 250 مليون دولار لمصر لتطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة عقب حرب أكتوبر. ثم تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم مليار دولار لمصر سنويا كمساعدة اقتصادية عند توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تحصل إسرائيل على ما يزيد عن هذا المبلغ. بدأت المساعدات العسكرية الأمريكية تتدفق على مصر منذ 1979 نفس تاريخ انتهاء علاقة مصر العسكرية مع الاتحاد السوفيتي. وبعد 3 أعوام تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون الممول الرئيسي للجيش المصري ووصلت المعونة العسكرية فقط إلى 1,300,000,000 دولار أي تغطي ثلث ميزانية الجيش المصري. ظلت علاقة أمريكا بمصر متميزة معظم فترات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وهي ثاني أكثر الدول تلقي لمعونتها العسكرية في العالم بعد إسرائيل. إلا أن مواقف أمريكا المثيرة للجدل تجاه مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو ومعارضتها للإطاحة بنظام الإخوان في 3 يوليو ألقت بظلال كثيفة على مستقبل المعونة لا سيما بعد القرار الأخير بتقليص بعض المساعدات العسكرية والذي اعتبره البعض فرصة للتحرر الوطني من براثن السياسة الأمريكية. وبالتالي هل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد وتعليق جزئي لمساعدتها العسكرية لمصر هل بيعتبر تعليق فقط أم أيضا تقليص لهذه المساعدات؟ هو حاليا تعليق لا يتعدى التعليق. إرجاء تسليم بعض الأنظمة التسليحية اللي كانت مقرر تسليمها. وهناك ارتباط عندما تم الإعلان عن هذا القرار فيما يتعلق بمدى نجاح مصر في تنفيذ خريطة الطريق والعودة إلى حكم مدني ديمقراطي دستوري. فهو بالتأكيد تعليق لم يتعدى ذلك وتصور أنه له طبعا مغزى السياسية اللي كان رد الفعل المصري فيها في الحقيقة يتسم بالعقلانية وعدم التصعيد لأنه إجراء
ما زال محدود، لا يؤثر على مجمل العلاقة الوثيقة بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الأمريكية. ولكن الحاجات المصرية عديدة وصفته بأنه قرار خاطئ شكلا ومضمون، قرار خاطئ وغير مقبول ولا يصب في خدمة المصلحة ولا يعبر ويؤدي إلى أي شيء إيجابي في ولكن إلى أي حد سيادة السفير، يعني هذا القرار هو قرار فعال؟ بعض من وسائل الإعلام الأمريكية بتؤكد أنه الأساس أو ربما الأهم هو التزام الولايات المتحدة بتوريد قطع الغيار لبعض من الأسلحة والمعدات الأمريكية الممنوحة لمصر، وهذا مستمر، وبالتالي يرون أنه قرار التقليص أو التعليق بالأحرى هو قرار شكلي. بالتأكيد هناك أصوات كثيرة في الكونغرس الأمريكي الآن تنتقد هذا القرار وغير متفاهمة لما يهدف إليه. فإذا كانت الإدارة تسعى من خلاله إلى هدف محدد، فهناك شك أو عدم دراية بما هو هذا الهدف. ولكن زي ما أشرت فهو مجرد تعليق وليس له بالغ الأثر فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية بين البلدين. فهناك استمرار لتوريد قطع غيار، استمرار لتوريد بعض من نظم التسليح الأخرى المرتبطة بمقاومة الإرهاب أو توفير الأمن في سيناء. ارتفعت بعض الأصوات سيادة السفير التي تؤكد إمكانية توجه مصر نحو دول أخرى لدعم تسليحها وتسليح جيشها مثل الصين مثلا وروسيا، كيف ترى هذا الأمر وفي إطار أيضا استعداد مصر لاستقبال وزير الخارجية الروسي لافروف قريبا؟ موضوعات تنويع مصادر السلاح تصور أنه شيء ضروري ومهم، وكثير من قادة القوات المسلحة أنفسهم أشاروا إلى أهميته. في نفس الوقت هناك علاقة عسكرية استراتيجية طويلة الأمد تحقق من خلالها تحديث نظم دفاعية وتسليح للقوات المسلحة الأمريكية. يجب أن تحرص مصر على استمرار كفائتها وقدرتها على التعامل معها. قرار التسليح طبعا ما هوش قرار تجاري وإنما هو قرار سياسي فيما يتعلق بالإمكانية الحصول على السلاح. ولكن لمصر علاقات وثيقة مع دول، علاقات تاريخية سواء مع روسيا أو الصين زي ما سيادتك أشرتي. وفي النهاية القوات المسلحة أقدر على تحديد ما يخدم احتياجاتها للدفاع عن أرض الوطن والاطلاع بمسؤوليتها. فأنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير شكري، سفير مصر الأسبق بواشنطن ومساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، اسمحوا لنا بس قبل ما نختم، عندنا خبرين سعيدين في ظل بعض من الأخبار ربما من امبارح وأخبار سيئة نكدت على ناس كتير. أول خبر وجالي دلوقتي أنه الأهلي متقدم على أورلاندو 1-0 واللي أحرز الهدف هو محمد أبو تريكة. خبر آخر وربما كان مجال تساؤل ناس كتير جدا في الفترة الأخيرة، 30-6 ايه اخباره وفين الفلوس اللي اتبرعنا بيها واللي جمعناها واللي من المفروض ان احنا نعيد بناء مصر بيها. النهارده الدكتور الببلاوي ترأس اول اجتماع لاداره صندوق 30-6-30-6، وطبعا الصندوق اللي معني بدعم الاقتصاد المصري، واكد انه حساب الصندوق حتى الان هو 771 مليون جنيه. 30-6 جمع حتى اللحظة 771 مليون جنيه. وأكد دكتور ببلاوي أن الدولة حريصة على تدعيم الصندوق بما يساعد في تحقيق خطط التنمية. طبعا هذا الصندوق تبنت الفكرة ودعت إليها ودعمتها سي بي سي وإدارة سي بي سي، بالإضافة إلى صندوق جديد 1-11-1-11، وهو صندوق تم تأسيسه من خلال مبادرة جمعت ما بين إدارة سي بي سي وبيت العائلة، ومن خلاله هيتم إعادة بناء وترميم كل دور العبادة في مصر التي تضررت في الفترة الأخيرة خاصة في الأحداث وأعمال العنف والتخريب بعد 30-6 سواء كانت كنائس أو مساجد. يبقى في النهاية التأكيد، وكما بدأنا بباسم يوسف نختم أيضا بباسم يوسف، ونؤكد على رفضنا من حيث المبدأ
تام لما جرى مع باسم يوسف ومنع إذاعة حلقة برنامج البرنامج مساء الأمس، وتحفظنا الشديد كإعلامي وصحفي سي بي سي على قرار رئيس مجلس إدارة سي بي سي. بيان للإعلاميين والصحفيين بسي بي سي بخصوص هذا الموضوع ستقرأه عليكم الزميلة لميس الحديدي بعد قليل في برنامج هنا العاصمة على سي بي سي. أشوفكم بكرة بإذن الله.